السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون 150 وفود إنابة قضائية دولية جندت لمطاردة الناس اللي هربوا الأموال اللي سرقوها للشعب الجزائري، هربوها للخارج. السلطات القضائية الجزائرية دونك عملت وفود إنابة قضائية 150 يعني إنابة، قالك باش يجيبوا الدراهم، لأنه الناس اللي سرقوا الدراهم واللي راهم في الحبس حاليا قالك يبقاو في الحبس وما نطلبوش منهم باش يجيبوا هما دراهمهم طواعية ونقصوا لهم نخفضوا لهم في المدة تاع السجن، لا يريحوا هكذاك، وحنا ياخذ الوقت واش ياخذ. تري بيان يا خويا، مليح، ايه خليهم يرجعوا على كل حال اللي كانوا يتكسلوا لي زافيون بريفي وكدا والبتلاوات وكان خليهم، ولكن المشكل السيك فيها بيستون، ايه كلشي بالبيستون، كلشي بالمعرفة. هاد الإنابات القضائية اسكو مست الناس كامل اللي سرقوا؟ انا الجواب ديالي بلا، لا ما مسيتش الناس كامل، مست البعض اللي ما كانش فاهمين معاهم صحابهم، هما كلهم من عصابة واحدة ما كانش فاهمين معاهم، كانوا خداو اكثر منهم كلاو اكثر منهم هادو اللي اذن ما كانش. نقطة اخرى، وعلاش السراقين جزء من السراقين تابعهم وجزء الاخر ما تابعهمش؟ الجواب ندهولكم، كاين سراقين وقتالين وكاين سراقين برك. الور في الجزائر اللي يسرق وما يقتلش يروح للحبس، واللي يسرق ويقتل ومجرم هذاك ما يروحش للحبس، وكل ما صرا والو. تحبوا مثال؟ خالد نزار ولد الحرام الخائن المجرم سرق درهم ولا ما سرقش؟ انا اعطيت الدليل، وريت كيفاش خلق شركات وهميه باش يهرب بها الدراهم من الجزائر للخارج لفرنسا لموناكو الاولى، ثانيه مدينه وثائق ومشي يروح البلاي ليست تاع داني بلاي ليست خالد نزار وتصيب كلش. أعطيك الوثائق تاع تيران 6000 متر مربع شاريه في تيراغونا في إسبانيا، بورتما 98 متر مربع في أحد الشوارع الفخمة في برشلونة. هذا الشيء اللي أعطيت الدليل ديالو من حوسنا. توقف الشوفور ديالو في الميناء تاع الجزائر هو مهرب الدراهم في سيارة مهربها زورا، ثاني بوثائق مزورة، وحكموا على لطفي نزار وعلى مرته بست سنين حبس نافذ، ولما دخلنا كان والو، حد ما قال لحد. وهاد الوفود الإنابة القضائية الدولية ما تعنيهمش، يسرقوا ما يخلصوش وما يردوش هكذا. وعلاش؟ لأنه العصابة الحاكمة في الجزائر عصابة مجرمة، وبالتالي المجرمين ما يخلصوش، معفيين من الضرائب. سمعتوا؟ والمجرم السراق معفي، لأنهم هذو ماس دي فوايو اللي يحكموا في الجزائر، من شرشابون وشنقريحة هذاك دروبي وجماعة كامل، كلهم فوايوات، وكلهم سراقين، وكلهم قتالين. الور كي تجي هذا مدير الشؤون القضائية في وزارة العدل يقول لك أنا دايرين 150 وفد إنابة قضائية دولية باش نجيبوا الدراهم، نقول له احكيها البيبيض دابور ما يجيبوش، ويطول الحال وتطيح قيمة الدراهم هذوك، تطيح قيمتهم، وقالوا لك السير باش تجيبو ولكن ما تجيبوهمش.
ماذا بكم يبقاو ليه ليكم في بعضكم. يقول لك الكلاب يعضوا بعضهم بصح ما ياكلوش بعضهم، وحما يبلع خوه كي يعضوا. هذه صايره. ربي يقدر الخير لبلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمه الله. صحافيها في شعب الدول.